إذا مشينا بك لمدينة أو مملكة الفونجة الكبيرة والعظيمة، يعني آنذاك، يعني شكل الأغنية السودانية في مملكة الفونج وكمان أهداف الأغنية السودانية في الوقت ذاك. كل التقدير للمرة الثانية لكم انتم في الاستوديو، للناس اللي بتشاهدنا عبر فضائية السودان الآن 24. شكل الأغنية السودانية في عهد السلطنة الزرقاء أو ما يسمى بالدولة السنارية أو دولة الفونج يعد الأساس الحقيقي لظهور الأغنية السودانية، وتعد اللبنة الحقيقية ولبداية الأغنية السودانية، رغم أنه كان في الفترة ديك ما في ظهور للآلات الموسيقية، سواء كانت آلات إيقاعية أو آلات وترية، أو ما في مدارس يعني غنائية مميزة تقدر تميز لك شكل الأغنية في زمانها ذاك شنو. الأغنية في الفترة ديك كانت طابعة دائما نعتمد على الطابع بتاع الحماسة في المقام الأول، لأنه كان الدولة السنارية مهمتها أنها تظل موجودة بكل جبروتها المألوف للناس، عشان كانت هي دولة رسالية في المقام الأول، ودولة قاعدة تقيم ركائز على ركائز الدين الإسلامي، ودولة كان بتهدف لجعل إنها تكون أقوى مملكة يعني في الفترة ديك، لأن السودان ما قبل السودان الحديث كان ما في دولة اسمها الدولة السودانية، كانت في ممالك ومن ضمنها مملكة الفونج، باعتبار إنها كانت تحالف ما بين العبد الله وعمارة دنقس، اتحالفوا مع بقايا الأمويين أو الناس بيسمون الفونج، لكن هم في الأساس أمويين، هم بقايا الدولة الأموية.